الموضوع ده ما بيسألوش فيه، دايما بيسألوا فيه الناس اللي لا دينيين أو الملحدين اللي ما بيؤمنوش بقصة إسحاق أصلا أو قصة الذبيح. طيب طالما ربنا ما بيقبلش الذبائح البشرية، إزاي ربنا يؤمر إبراهيم أن يقدم إسحاق ابن محرقة؟ طيب مش هو كده بيأمر إبراهيم يقدم ذبيحة بشرية؟ بياخدوها من حيث المبدأ. علشان كده مش هتلاقي الإخوة المسلمين بيكرروا الشبهة دي، لكن بتتكرر دايما في المواقع الإلحادية أو في الأرض. يأمر الرب في لويين 18:21 بعدم تقديم الأبناء كذبائح لملوك الإله الوثني، وكرر أيضا الوصية في لويين 20:2. ولكن في تكوين 22:2 نفاجأ بأنه يطلب من إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرايا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك. وبيقول ده مش ده تناقض؟ إزاي الإله اللي يؤمر بعدم تقديم ذبائح بشرية هو نفسه يؤمر إبراهيم أن يقدم ذبيحة بشرية؟ مش ده أمر مرفوض؟ فندرس مع بعض قصة إسحاق، ليس من معاني روحية، لأن طبعا لها معاني روحية ورمزية رائعة جدا ونبوية، ولكن من الجهة دي، من الجهة، هل بالفعل ربنا خالف نفسه لما طلب من إبراهيم أن يقدم إسحاق ذبيحة؟ ربنا لا يقبل ذبائح بشرية، وشرحت زي ما قلت في موضوع ملف يفتح ونزره بالتفصيل، وقدمت عدد كتيرة، وأيضا الموضوع اللي لسه خلصناه اللي هو هل الكتاب المقدس يتكلم على ذبائح بشرية، وقدمت أدلة أن ربنا لا يقبل ذبائح بشرية ووصى بهذا الأمر، بل خاصة الذبائح البشرية التي كانت تقدم للإله ملوك ده كان ربنا يرفضها تماما، زي ما بيقول في سفر اللوين 18:21 لا تعطي من زرعك للإجازة لملوك لألا تدنس اسم إلهك أنا الرب. وأيضا يكررها في لوين 20 وتقول لبني إسرائيل كل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في إسرائيل أعطى من زرعك لملوك فأنه يقتل يرجمه شعب الأرض بالحجارة، وأجعل أنا وجهي ضد ذلك الإنسان وأقطعه من شعبه لأنه أعطى من زرعه لملوك لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس، وأن أغمض شعب الأرض أعينهم عن ذلك الإنسان عندما يعطي من زرعه لملوك فإن لم يقتلوه، فإني أضع وجهي ضد ذلك الإنسان وضد عشيرته وأقطعه وجميع الفاجرين وراءه بالزنا وراء ملوك ومن شعبه. دي وصية واضحة تماما ان اللي بتعملوه لملوك بتقديم الاطفال ذبائح بشرية للمحرقات للاله ملوك ده مرفوض تماما للرب. ايه قصة ملوك ده؟ ده الاله بتاع العمونيين اللي هو ملوك او ملكوم، اللي بيعتبروا قوة الشمس حالة فيه، او اللي هو اله الشمس. التمثال بتاعه كان بيصنع من نحاس مجوف، بيولعوا النار جواه بشدة، والتمثال معمول على صورة إنسان، جسم إنسان باسط ذراعيه ليتقبل القرابين عليها، ورأسه رأس عجل متوج بإكليل على شكل يشبه الإكليل على شكل هلال إلى حد ما. وكلمة ملوك أو ملك هي نفس الحروف، والهيكل بتاعه اللي كان موجود زمان خارج أورشليم. وبيشتمل على 7 أقسام للذبائح، بداية من الطيور والنعاج والحيوانات بالتدريج لغاية ما السابع كان مخصص للأطفال، فكانوا بيولعوا نار شديدة ويلقوا الأطفال على الزراع المخصص لذبائح الأطفال عشان يتشووا ويتقدموا كمحرقة لهذا الإله الوثني، وعلشان الوالدين ما يسمعوش صراخ الأطفال كانوا بيصحبوا طقس يعني وثني شديد من دق الطبول عليا، وغالبا بيصحبوا حالات جنس جماعي وحاجات زي كده. الأهالي أو الأباء كانوا ليه بيقدموا على الأمر ده؟ كانوا بيعتقدوا أن تقديم الطفل ذبيحة بيحافظ على باقي إخوته وبيباركهم وبيوسع من النسل وبيكبر فيه، نفس الفكر اللي هو كان عايز يعمله
جد محمد رسول الإسلام، إن هو يقتل واحد عشان الباقيين يتباركوا. ما علينا، فالأمر ده كان مرفوض تماما، وربنا وضح إن هو رفضه. وملوك ده رمز دايما لصورة ضد المسيح، اللي بدل المسيح ما بيفدي أولاده، ملوك ده دايما بيحاول يحرق الأولاد. وحتى صورة التمثال دايما ضد صورة المسيح. فالتمثال بتاع ملوك أو ملكون فاتح زراعية عشان يتقبل المحرقات البشرية، عكس صورة السيد المسيح تماما، اللي فاتح زراعية عشان يفدي كل إنسان، وهو مات عن كل إنسان وبيفاتح زراعية لكي يتقبله وينقذه من الموت. صورة عكس تماما، صورة من الكر الشيطاني عكس الحب الإلهي بالظبط. واضحة الصورة؟ فده ربنا بيغضب منه جدا وبيرفضه، وبيأمر ولاده ما يعملوش حاجة زي كده. وبيقول ما تدنسش اسم الرب بأن تظن أن ملوك يعادل الله، وتسيء لإلهك على أمام الوثنيين فيعتقدوا أن إله إسرائيل بيقبل شيء زي كده. ويوضح أيضا في سفر التثنية 12:31، لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يراه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. وأيضا التثنية 18:10، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر. وسفر الملوك الثاني إصحاح 23:10 بيتكلم على الخطايا اللي عملها بعض رجال شعب إسرائيل، ونجس توفة التي في وادي بني هنوم لكي لا يعبر أحد ابنه أو ابنته في النار لملوك. فربنا بيرفض هذا الشر تماما. ووضح في أرمية 7:31، وبنوا مرتفعات في توفة التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار الذي لم أأمر به ولا صعد على قلبي. يعني شيء ربنا يكرهه تماما وما يقبلهوش على قلبه. وربنا عاقب بالفعل اللي عمله ذلك، زي في سفر أخبار الأيام الثاني صح 28:3، هو أوقد في وادي بني هنوم وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الأمم الذي طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، اللي هو طبعا ده أحاز. ومنس أيضا فعل ذلك وربنا عاقبه، زي ما بيقول لنا سفر أخبار الأيام الثاني صح 33:6. طب فهمنا كويس فكر الرب ورفضه لهذا الأمر، وإيه يعني تقديم، ومعنى كان التقديم للأبناء ذبائح أو محرقات. قصة إبراهيم مع إسحاق قصة مختلفة، وتاني أنا مش بدرسها بمعنى روحي الآن، أنا بدرسها بأمر من ناحية الذبائح البشرية. الأمر ده مش أمر ربنا هيكمله، عشان كده يقول لنا سفر التكوين بداية إصحاح 22 بداية من عدد 1، وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا. فالأمر لا يتعدى مجرد امتحان، إثبات توضيح، ربنا عايز يوضح قوة إيمان إبراهيم أمام العالم، عايز يوضح استحقاق إبراهيم للقب أبو الإيمان، استحقاق إبراهيم أنه هو يكون في نسله تتبارك جميع قبائل الأرض. فالغرض الأساسي من ربنا هو إظهار وليس ضرر إبراهيم. طب تم الأمر إزاي؟ فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرايا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. طيب عارفين أن ربنا يرفض الذبائح البشرية، وهو أعطى وصايا تثبت ذلك تماما، ولكن هو بيختبر إبراهيم، وهو عارف ربنا كل شيء، عارف أنه لن يتم هذا الأمر. وطبعا بالإضافة أن الأمر ده لهدف آخر مهم جدا، وهو هدف نبوي عن المسيح. واللي يثبت لفظيا أن الأمر ده نبوي وليس فقط حاجة بيعملها ربنا مع إبراهيم، ف
فإبراهيم بيمثل الله الذي عانى المرارة لتقديم ابنه الوحيد فداء على البشر. وفي خلال الرؤية دي إبراهيم شاف طريقة الخلاص وفهم مسبقا كيف أن ربنا هيفدي البشر، وحأكدها لحضراتكم لفظيا، وحأكدها لحضراتكم أن إبراهيم فهم الأمر ده بطريقة نبوية، أن بالفعل ده ربنا هيفدي العالم. عشان كده المسيح يقول في يوحنا 8:56 أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فهو انطلق بالإيمان وبمرارة لكن واخد ابنه ناحية المذبح، ورجع من التجربة فرحا بأنه معاه إسحاق، وأيضا فرح بأنه رمز المسيح، وفرح بكل البركات اللي ادهاله ربنا. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، وشقق حطبا للمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينه وأبصر الموضع من بعيد. في اليوم الثالث بيشير طبعا للقيامة، وكان إسحاق ظل للمسيح اللي هيقوم في القيامة، وده اللي حصل بالفعل في العهد الجديد. والمسيرة الثلاث أيام ألام دي مسيرة الألام المحزنة لبقاء المسيح في القبر، وكانت الكنيسة بتتألم وتلاميذه بيتألم. فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكم. طبعا رفع عينه ورأى الموضع أنه طبعا في موضع مرتفع زي المسيح صلب أيضا على ربو عليه. الشعب اليهودي بيشبهه بالغلامين الخدام بتعوت إبراهيم وبالأتان، لأنهم لم يصعدوا مع إبراهيم، رأوا من بعيد ولم يريدوا أن يؤمنوا، رأوا المسيح والصليب ولم يدركوا قوة الصلب ولا قوة الخلاص والفداء اللي تمنه، ارتبطوا بالمكان المنخفض وليس المكان المرتفع. أما إبراهيم اللي صعد مع ربنا للمكان المرتفع بالإيمان رجع فرح بإسحاق وفرح بما هو أكثر من إسحاق. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته العبرانيين 11:17 بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذوا أيضا في مثال. فأخذ يكملنا سفر التكوين، فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضع على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين فذهب كلاهما معا. إسحاق حمل خشب المحرقة رمز للمسيح اللي حمل الصليب، وذهب كلاهما وقدم إبراهيم ابنه وحيد إسحاق كعلامة للحب الإلهي، كرمز لربنا اللي قدم ابنه الوحيد على عود الصليب. يقول وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا إبني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ السؤال المهم اللي سأله إسحاق. سفر التكوين 22:8 فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا إبني، فذهب كلاهما معا. ونقف عند العدد ده لفظيا. إبراهيم بيقول إيه؟ إبراهيم قال كلمة خطيرة جدا لما ندرس النص العبري. النص العبري ما بيقولش إبراهيم فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة. الحقيقة العدد ما بيقولش كده. هذا نص العدد العبري وبالترجمة بتاعته كلمة بكلمة الانترلينير، وبيقول لنا كل كلمة تعني إيه. Said Abraham, God will provide himself a lamb for a burnt offering. العدد بيقول نصا لفظيا الله سيقدم نفسه
خروف للمحرقة. ده العدد اللي في سفر التكوين 22:8 لفظيا. لا يوجد في العبري لكلمة لنفسه إلى، دي مش موجودة في العدد ده تماما. العدد عبريا بيقول الله سيقدم نفسه خروف للمحرقة. عشان كده الترجمات الإنجليزية القديمة زي كينج جيمس 1611 قبل ما يحط كلمة فور زيادة في العدد. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for burnt offering. وترجمة المؤسسة اليهودية، ترجمة الإنجليزية بتاعت اليهود، God will provide himself the lamb for burnt offering. فالعدد إبراهيم بيقوله بالإيمان وبالنبوة، بيقول الله بنفسه يقدر يفدي إسحاق، والله بنفسه يجعل نفسه خروف محرقة علشان الفداء. على فكرة مش أنا بس بقول الكلام ده، في مفسرين كتير قال الكلام ده، زي واحد أبونا أنطونيوس فكري الرائع في تفسيره بيقول الله يرى له الخروف، ويقول جاءت في الإنجليزية في النسخ القديمة God زي Old King James God will provide himself a lamb for the burnt offering، واليهود حطوها معرفة God will provide himself the lamb for a burning offering. ويقول وأضيفت كلمة for قبل himself في النسخ الجديدة، ولكن المعنى الأصلي للعدد القديم الله إن هو بيقول يعني طبعا تحطت كلمة فور الله سيدبر لنفسه الخروف، ولكن العدد الأصلي الله يدبر نفسه الخروف للمحرقة. فالفداء اللي حيتم إبراهيم ماشي وكله إيمان رغم الألم والمرارة اللي هو فيها على ابنه، لكن هو كله إيمان إن الله لو وصلت لدرجة إن هو يجعل نفسه خروف للمحرقة مكان إسحاق هيجعل هذا الأمر، وده بالفعل المعنى الحقيقي للعدد. المفسر جيل قال نفس المعنى، فالمفسر جيل بيقول And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering, in which answer Abraham may have respect to Messiah, the lamb of God. ويقول الكلمة دي بيقولها إبراهيم بروح النبوة عن المسيح إن الله بنفسه سيقدم نفسه حمل للمحرقة. فالأمر إبراهيم بروح النبوة عارف إن ربنا ما بيقبلش هذا الأمر، ولكن ربنا طلب منه شيء فوافق. فيقول في عدد 9 فلما أتي إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعوا على المذبح فوق الحطب. هو متأكد حتى الآن أن ربنا مش هيسمح بهذا الأمر، لكن هيكمل لغاية الآخر، وواثق أنه حتى لو ذبح إسحاق ربنا هيقيمه مرة تانية. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليسبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم، إبراهيم فقال ها أنا ذا. ملاك الرب اللي هو يهوى نفسه نادى إبراهيم فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأن الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. الكلمة اللي هي علمت اللي هي أظهرت بتأتي بمعنى كشفت اللي هي H3045 اللي هي وكلمة يدا اللي هو لها استخدامات متعددة recognize observe وتعني acknowledge، فهي بتعني معنى علمت وتأتي بمعنى أظهرت وتأتي بمعنى أعلنت. فربنا بهذا الأمر هو بيعمل فقط إعلان لإيمان إبراهيم، لكن ربنا العالم بكل شيء عارف أن الأمر لن ينتهي بتقديم ذبيحة بشرية، لكن هو فقط أعلن إيمان إبراهيم العجيب أمام العالم كله وأمام نفسه. وعشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم على العدد ده بيقول أن إبراهيم مؤمن قبل تقديم ابنه ذبيحة، وواثق انه حتى لو مات اسحاق ربنا هيقيمه له مرة تانية. ف
فرفع إبراهيم عينه ونظر، وإذا كبش وراء ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. عشان كده اليهود ليهم كتابات كتيرة جدا عن موضوع الكبش الذي من الوراء، عشان بطوب عدد 8 اللي بيقول فيه إبراهيم الله سيقدم نفسه خروفا للمحرقة، وليهم كلام كتير على الموضوع ده. وطبعا عارفين واحد صاحبنا سرق الأمر ده وقال على الكبش سماه ذبح عظيم، علشان هم بالفعل قالوا ان الأمر ده فيه حاجة خفية هم أعلى حتى من مستوى فهمهم، وكتير قالوا في الربيانة مسايا ان العدد ده بيتكلم على المسيح. ففهمنا الأمر لغويا وانه بيمثل المسيح، لكن ربنا عارف نهاية الأمر، فهو مش موافق على تقديم ذبيحة ومش هيكمل الأمر بتقديم ذبيحة، ولكن هو فقط عايز يعلن عدة أشياء إيمان إبراهيم، وعايز يعلن عدة أشياء للعالم كله على رمز الفداء اللي هيتم. فاليهود كانوا فاهمين من هذا الأمر، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراه، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى، اللي هو جبل المرايا، جبل المرايا اللي بنى عليه المسبح أو هيكل سليمان، أي أن إبراهيم رأى الرب. فإبراهيم بيقول اللي حصل ده هو رؤية الرب. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل على الشاطئ البحر، وارث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. فالعمل ربنا مع إبراهيم، ما يقدرش حد يقول طب ليه ربنا عمل مع إبراهيم كده، مش معنى إبراهيم بالذات. ربنا حب يوضح ليه إبراهيم بالذات هذا الشخص، لأن إبراهيم يوصل لدرجة قوة الإيمان أنه حتى لو ابنه حيموت واثق أن ربنا هيقيمه. وأيضا إبراهيم بروح النبوة عارف أن ربنا في وقت من الأوقات هيجعل من نفسه ذبيحة للعالم كله، فإبراهيم بالنسبة له أن يكون إسحاق ذبيحة ده أمر رمزي سهل، ولكن عارف أن ربنا مش هيكمل هذا الأمر. طيب معاني مهمة، الكلام مثبت بقسم بذات أقسمت، يعني بيوضح أن الأمر ده مش سهل. طبعا ربنا لا يريد القسم، ولكن لو قسم بشيء ثابت مفيش أعظم من ربنا، فربنا مش هيحلف بحاجة أعظم منه زي التين والزيتون والليل لما يعصعص ولا الخيل ولا الحاجات اللي زي دي. لكن ربنا لما يقسم يقسم بذاته لأنه هو أعلى شيء ولا يوجد أعلى منه ليقسم به. وعد بالبركة، إبراهيم أباركك مباركة وأكثر نسلك، وقال كنجوم السماء ومرة كتراب الأرض وغيره من الأمور دي. وعد في نسله بالمفرد، قالوا في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، وحتى معلمنا بولس الرسول شرح أن هي بالنسل بالمفرد. ففهمنا ان الامر رمزي، مش الامر ان ربنا بالفعل عايز ذبيحة بشرية وغير كلامه او حاجة زي كده. ربنا عارف الخطة من الاول ويريدها فقط الجزء الرمزي فيها، لكن لا يريد كمالة الامر ولا يريد ذبائح بشرية. وطبعا الكلام ده قبل نزول الناموس، فهو يرفض تقديم انسان ذبيحة، لكن عايز يوضح انه مستعد يموت على الانسان ويقدم نفسه ذبيحة. لكن يبقى سؤال مهم، طب ليه ربنا اختار الوسيلة دي؟ ليه ربنا ما اختارش وسيلة تانية؟ ما قالش لإبراهيم يدفع لي كل اللي معاك، فإبراهيم يوافق يدفع كل اللي معاه لربنا، فربنا يقوله بالفعل أن أنت ما حبيتش المال ولا حاجة، أباركك وأجعل وأجعل وأجعل. الطريقة دي ملاك الرب هو يهوى نفسه، لأنه عشان كده قال إبراهيم يهوى يرى، يعني رأيت يهوى، أو يهوى يريه بالعبري. الطريقة دي حقق بيها ربنا أكتر من شيء مع إبراهيم، أيضا حقق بيها رمز ونبوة عن المسيح بطريقة واضحة جدا محدش يقدر يجادل فيها. وأيضا لإبراهيم نفسه ربنا وضح لإبراهيم طريقة الخلاص هتكون إزاي، لأن راجل زي إبراهيم حصل على كل شيء يتمناه، حصل على مكانة وحصل على علاقة بربنا وحتى حصل على أبناء،
الشيء اللي كان محروم منه. إنسان زي ده هيفكر في حاجة مهمة جدا، وهي إيه؟ بعد موته وبعد ما يذهب للهاوية، إيه اللي هيحصل؟ ففي القصة دي ربنا بيوضح لإبراهيم بطريقة رمزية إن أنت لو واثق بالإيمان إن حتى لو قدمت ابنك ذبيحة هيقوم مرة تانية، فلازم تثق أيضا أنت لو مت وذهبت للهاوية ربنا هيخرجك من الهاوية لما يقدم نفسه خروف محرقة عنك. فخلال التجربة دي ربنا وضح لإبراهيم شيء مهم جدا، وهو ده اللي بنقوله رقد على الرجاء. إبراهيم فهم بالنبوة من هذا العدد إن هو لو رقد في وقت من الأوقات ربنا هيقدم نفسه محرقة وذبيحة عن إبراهيم وعن كل العالم، وفهم مسبقا إن المسيح هيقوم في اليوم الثالث، وفهم إن هو هيتمم الفداء للعالم كله. وعلشان كده رجع ليس فقط بالأمور دي كلها، ولكن رجع ببركات أعظم على المستوى الروحي، لأن كل ما زادت التجربة كل ما زاد حجم العطية. طبعا الأمر الثاني أظهر قوة إيمان. أكتر حاجة محبوبة لإبراهيم ليس الأموال ولا المكان اللي هو فيها، ولكن ابنه. فلازم علشان ربنا يجرب إبراهيم بأعظم شيء علشان يديله ما هو أعظم، جربه فأحب شيء لقلبه وهو إبراهيم. هدف ثالث، وهو اختيار هذه الوسيلة بالتحديد، وسيلة إن هو يطلب من إبراهيم يقدم ذبائح بشرية لإبراهيم ولينا. وأرجو من حضراتكم تسمحوا تركزوا معايا في النقطة دي لأن فيها خلاصة الأمر كله. إبراهيم جاي من بيئة إيه؟ البيئة اللي جاي فيها إبراهيم فيها بالفعل ذبائح بشرية، زي ما قلت الملوك وغيره كانوا بيقدموا لهم ذبائح بشرية، بياخدوا واحد من الأبناء وبيحدوا محرقة أو ذبيحة للآلهة الوثنية، وده شيء ربنا يرفضه. ربنا عايز يوضح لإبراهيم بمثال عملي مهم جدا إن في فرق ما بين ربنا وما بين الآلهة الوثنية اللي بتقبل الذبائح البشرية. بتقبل ذبائح بشرية لأنهم بدون شفقة، مجرد أصنام، واللي بيغوي البشر يعملوا الحاجات دي الشيطان، لكن ربنا ما يقبلش هذا الأمر. فربنا جعل إبراهيم يعبر بهذا الاختبار ليوضح محبته لإبراهيم. بمعنى آخر، إبراهيم وإحنا أدركنا الفرق ما بين ربنا وما بين الآلهة الوثنية في تقديم الأبناء ذبيحة، لأن الآلهة الوثنية ولا مرة رفضوا أن يتقدم الأبناء محرقة، لكن ربنا رفض. إبراهيم آمن بالله اللي وهبه إسحاق بعد ما كان رحم سارة مماتا وحسب ولادته كما شبه قيامة من الأموات. الوثنيين كانوا بيقدموا ولادهم محرقات وأبكارهم محرقات لاسترضاء للآلهة، وآلهتهم بتحب سفك الدماء، فبيقدموا أبنائهم محرقات بدون رجاء. لكن إبراهيم ربنا رفض أنه هو يقدم ابنه إسحاق. فربنا بيوضح لإبراهيم أن يا إبراهيم اخترت النصيب الصالح، أنت اخترت ربنا بدل ما تختار الآلهة الوثنية. يا إبراهيم لو كنت اخترت واحد من الآلهة الوثنية اللي بتقبل الذبائح البشرية، ابنك وحيدك حبيبك إسحاق ده، لو كنت قدمته بالطريقة دي وكنت هتتأمر ان انت تقدمه ما كانش هيرفض، وكان هيقبله ذبيحة منك، تقدمه محرقة بإيديك. لكن انت اخترت النصيب الصالح، هنا وريتك ان انا ممكن اقبل زي الآلهة الوثنية لكن هذا امر لا اقبله، انا احن منهم بكتير لانهم مجرد اصنام، واللي بيحرك البشر دول الشيطان، اما الاله الحبيب الاله الحقيقي لا يقبل هذا الامر، لا يقبل ان ابراهيم يقدم ابنه ذبيحة. فهو
جعله يقدم ويمضي في هذا الأمر في هذه الطريقة علشان نهايتها توضح الفرق بين السماء والأرض، الفرق بين ربنا وما بين الآلهة الشياطين، إن ربنا لا يقبل هذا الشيء، بل هو يحب إبراهيم وإسحاق، وهذا الأمر أغلى على ربنا من أي شيء تاني. ده ربنا هو اللي يقدم نفسه ذبيحة عن العالم، مش يطلب من العالم يقدموا أولادهم ذبائح ليه. وعلشان كده نفهم لما ربنا يجي ويقدم ابنه الوحيد ذبيحة عن العالم قد إيه مدى محبته للعالم كله. كان ممكن بكل سهولة لو إلهنا زي بقية الآلهة الغريبة اللي بنسمع عنها يقبل ذبائح وثنية، يفضي بعض البشر بناء على بعض البشر الآخرين، يقول أخذ ذنوب من دولة وحطوها على دولة، دخل دولة النار واخد الشوية اللي عجبوني الجنة. لا، ده هو بيحب الكل وما بيقبلش الذبائح البشرية. وجعل إبراهيم يمضي في هذا الاختبار ليوضح لإبراهيم أنت اخترت فعلا الإله الحقيقي المحب، لأن في الأمر ده لو أنت كنت في نفس الموقف مع إله وثني كان حينتهي الأمر بحرق إسحاق، لكن لأن أنت اخترت الإله المحب انتهى الأمر بخلاص إسحاق وبخلاصك أنت وبمجدك وبوعود وبركات كتيرة جدا. ده الحقيقة في قصة إسحاق. فقط حبيت أوضح البعد بتاعها لأن البعض ما بيجوش يسألوا فيها بطريقة مباشرة، لكن بيسألوها بطريقة تانية اللي هو موضوع إزاي ربنا أصلا يقبل من يطلب من إبراهيم يقدم إسحاق ابنه ذبيحة. فحبيت أوضح البعد ده ليه في الفكر المسيحي أو الفكر الكتابي. ربنا يبارك حضراتكم.